بالنسبة إلى برمجة راغب علامة، أنا باش نعطي ثلاثة أجوبة. راغب علامة فنان صادق يحب البلاد التونسية بكل صدق. زعما أكثر مني؟ لا، يحبها أكثر مني. شكون؟ شكون؟ أنا. شكون يا خالد؟ أنا. أنا. يحب راغب علامة يحب تونس أكثر مني. خليني نكمل نكمل انا سي كمال اللي سالتني انا شكون، انا اللي استقبلتني ساعه واربع دراج في بيروك، والكلام اللي سيت قلته لي في بيروك ساقوله علنا ويرحم والدين الفيسبوك، باش نعمل فيديو خاص بيك كمسؤول بالدرجه الاولى، وفيديو واضح خاص بيك مساج نحترموا سيدي الصحفيين سي سلاح، نحترموا فنان كبير، ما نعتبرش بس صحفيين عدو الوقت. والله ما نعتقدش اني قللت من احترامي لهم، ولم اقل انك انت قللت من الاعتداء، جست خاطر الناس عندها التزامات مهنيه فقط، باش نقول الوقت.